قبل السلطان عندك ليل مش كنت تقول ان انت عندك ليل شغل يعني اشغل يوم ومتى النهاردة اشتغلت امبارح اشتغلت ولا امبارح كان اجازة كان الأربعاء والله العظيم الموقف التالي الشارع الوحيدة next stop is لا يا ابن رعاتش لا على وغادة رود معلش صاروخ اي الله قعدنا ناكل لب وزدنا لب اي الله قلت لها دي قلت لها دي جاي قلت لها جاي اللي كان جاي النهارده برضه جاي بكره قلت لها بعت القهوه يا ابني عادي ما القهوة مفتوحة 12 ساعة الله عادي مزاد احلى روقان يا ابني والله عمال اشرب بقى في قهوة بص الله ينور ورحت دبي ولسه راجع من دبي رايح عجبان تاني دلوقتي رايح عجبان تاني دلوقتي عشان اشوف الجماعه اللي هناك دي تقدم فينا في كام حاجه كده تقدم فيهم هناك وبعدين اقعد مع محمد حسن شويه قبل ما هو يجي يعني اقول له صاحب اللي راح صاحب انت شفتوش انت كان هنا في الامارات ساعتها تمام قبل ما هو يجي بقى هي تيجي شفت شي شغلة لا عبيت يعني لا يوم مش عبيت لا جنسو وحاجات دي بس فوتيك والله العظيم بتقول لي بتحب الرقص ما عندهم غير الرقص عندها بدل والله العظيم انا اصلا يعني جو معانا الوحيده كده تمام كده اقعد اتكلم معاك تعالى انا براحتك ورزق انت يا عمر واخد بقيت الاربع كوبايات قهوه ولا خمسه اربع خمس
خمس كوبات قهوة والله العصر عبدتش قبلها كان كنت فيها كنت محتاج أشرب قهوة كتير ولسه لما أروح دلوقتي أشرب قهوة برضه والله أنا اليومين دول أكل ضعيف شوية والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله يا ابني كنت شايف خمس كوبات قهوة أربعة من غير ما آكل تمام مع الشيشة ماشي وقبلها أصلا كنت في الشارع كنت شارب اتنين تمام والله العظيم و يعني انت عندك امبارح انا شارب حوالي سبع كوبات قهوة الموقف التالي الشارع الوحيدة Next stop is Our Wahda Road مدرسة المهلب Next stop is Malab School مدرسة المهلب Next stop is Malab School ممكن تكون صورة على فكرة
صورة. أيوة ممكن تيجي المنصورة. Next stop is Sharjah, Mansar 9. الشرق، إمارة من إمارات الشرق.
لا من الإمارة، من مطر الإمارات يلا شارتين. أنا بص حرفيا مستحيل دلوقتي القهوة اللي مصحيني دلوقتي كوبايه القهوه اللي انا شربتها امبارح. يا لا انت شكلك فصلت اصلا، شكلك فصلت. انت فين؟ ولا اضرب نفسك بالقلب حتى فوقات. اي معلم. لا ما تقلقش. الله عمر واحد ما نص نص خلاص. راح دباك التاكي دلوقتي، دباك التاكي. الشارقة شارع الوحدة مركز الوحدة 2. Next stop is Sharjah Awada Road Awada Center 2.
بتاخده بس دورين. لا 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 حتى المترو برضه بيقول الاتوبيس بيقول برضه الموقف التالي الشارع شارع الوحدة الست سنتر next stop is Sharjah Ajman road city center دخلت الموقف التالي الشارقة شارع الملك فيصل جنب سوني next stop is Sharjah King Faisal Road جنب سوني شارع الملك فيصل جنب سوني next stop is Sharjah King Faisal Road جنب سوني بقول
تكون هور عامله يعمل خفي تمام مرتبع على طول. عملت معها كلمتها ولا لا؟ ولا ايه ولا اوه ولا بالظبط؟ اذا شكلك كده عكيت يا عامل فيك ايه؟ عملت ايه؟ يخرب بيت سنين عامل فيك ايه بس؟ يا ابني بالراحة يا ابني واحدة واحدة كده يا شهر 7 و8 ده أو نار. الموقف التالي الشارقة محطة بترول أدنوك شارع الملك فيصل. Next stop is أنت ممكن مثلا فيصل رود أدنوك بترول ستيشن. تسعى عندك لحد واحد 10 دي يعني مثلا يعني 25/9 مثلا تمام او 27/9 مش مشكلة تركوا الكتاب تمام. الحلة مثلا انتوا بتعملوا حلة ولا بتعملوش ولا مش عارف في حاجة عندهم اسمها تجنيد صح؟ تنجيد شارع الملك فيصل سوق الذهب القديم. Next stop is Sharjah King Faisal Road Old Gold Souk. هل عندك؟ هل عندك؟ كده ما دماغك وبعيدك على
التالي: الشارقة محطة حافلات الجبيل. Next stop is Sharjah Al Jubail bus station.